السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اش اخباركم البنات؟ اش كتعاودوا؟ كل شيء مزيان الحمد لله. كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى تكونوا يعني الفيديوهات ديالي تكونوا كتستافدوا منهم مزيان. وشكرا لكل واحد كتب لي تعليق يعني كيقول لي استفدت منك وكيدعي معايا. الله يسهل عليكم نتوما البنات وييسر امركم باش ما تمنوا. ان شاء الله اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم يعني بقيت كنتشارك معكم حيت بزاف المتتبعات اللي كيطلبوني كيقول لي اي كول عير شاركي معنا ماشي مشكل. بالنسبه اللي عندهم باقي عندهم مشكل في الخدمه وداكشي فانا بديت غنبدا نخدم معكم مره عير الكول صافي بلا فصاله. يعني فصاله انا مفصلاها هنايا دايره عبارة الكتف. كانت عندي 44 درت 22 ونزلت ونزلت 3 سنتيم ودرت عاوتاني نزلت ب 22. يعني كنقول لكم راه نفس العبار بحال دابا هذه فيها 44 في الكتف. كانت فيها 44 في الكتف درت 22 نصف 22 عبرتها من هنا لهنا جاتني هنا ونزلت ب 3 سنتيم باش طيحت الكتف. ومن 3 سنتيم هبطت ب 22 هنايا ودرت باش درت دوره باش درت الصدر. يعني هذا هو العبار هذا هو التركيز. هنايا عندي خديت دونتيل 2 متر ديال الدونتيل وهنا راه عندي الدوفو والظهر. غنحيد الظهر وغادي ناخذ الدوفا. في الدوفا البنات غادي ندخل هنا واحد سنتي شو البنات يعني كندخل غير من هنا لهنايا. بغيت هنا غنحاول واحد نصف سنتيم نقطع نصف سنتيم قاعد الكتف. بالنسبه للصدر بحال اللي اللي شاركت معكم غادي ننزل ب 12 سنتيم وكانت راسي هنا 12 سنتيم. البنات ديما المعتمده عندي 12 سنتيم. اللي بغات العنق ما كيكونش يعني بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي بغاو الكول مجموع حيت العيالات الكبار كيبغيو يقول لك الكول مجموع. يعني الكول مجموع بغيتي دير الكول مجموع غتبازي على هاد 12 سنتيم. يعني هاد 12 سنتيم غطراسيها بحال ما هكا ومني غتبغي تقطعي تقطعي 8 9 سنتيم بحال ما هكا ودير الدوره ديالك. وهاد 12 سنتيم حتى هنا كتكمليها فتحه يعني كيجي الكول مجموع. كتجيبي الدوره ديالك صافي كديري لهم دونتيل ولا هاد. يعني كتكون من هنا هاد الدوره هادي بتقطيعها هنا كتقطعي غير 8 9 سنتيم. ولكن حيت الا درتيها وما درتيش الفتحه ما كيدخلش الراس. ما تبغيش تدخل لك من الراس خاص ضروري الفتحه تنزل 12 سنتيم. وبالنسبه للكول العاديين راه 12 سنتيم كتجي مزيانه. وبالنسبه كاين اللي كتبغي عاوتاني الكول يكون كتقول لك كتبغي الكول كتقول لك كتخنق كتبغي الكول شويه عريان كنحاول ننزل لها 14 سنتيم. هنا انا درت 12 سنتيم هنا غنجي المنتصف من هنا لهنا هنايا غندير 7 سنتيم. هاد 7 سنتيم البنات ديما كنأكد عليها هنايا حيت هي باش كتجيب الدوره ديال العنق مزيانه. هاد البلاصه حيت هنا ديال دوره العنق كاين 7 سنتيم باش كتهبط معاها مزيانه 7 سنتيم بحال هكا. هنا غنهبط من هنا لهنا ب 10 سنتيم وغنجي لهنا حتى هي غنلقى 9 سنتيم. البنات يعني من هنا لهنا 10 سنتيم من هنا 9 سنتيم. يعني تقريبا بحال الكول اللي خدمت معاكم. يعني انا دابا ما غاديش نديرو مقاد من هنا غنجيبو بشكل دائري من هنا. يعني بحال النصف هاد 9 سنتيم النصف ديالها هنا غنطلع بواحد سنتيم. البنات سنتيم هاد سنتيم غنجيبها بشكل دائري هنا ونجيبها بشكل دائري لهاد الفي. البنات كيجي بشكل دائري. شوف البنات كيفاش كيجي بحال هكا وكتفصلوا ليه الدوبلور ديالك هكا راه كديروا واخا محلول من هذيك الجهه. كيف ما وريتكم في الفيديو اللي قبل انا كنلاقيها من هاد البلاصه اللي هنا من هاد البلاصه حدا هذيك كنسدها صافي ولا لاقي الدوبلور. غير هنا ملي كنحط هذا كنخلي هنا واحد نصف سنتيم ديال الخياطه ونحط الدوبلور الدوفا ديالي بحال كنقاده ونفصل عليها. حيد الدوفا ديالي
غناخذ هنا دابا انا هنا عندي هنا محلوله. الا كان عندكم توب كبير غطوه على جوج وديروا هاد البلاصه المسدوده هي اللي من هنايا. انا دابا غنلاقيها صافي هنايا. انا غادي نفصل الدوبلور ديال الظهر ونمشي للماكينه نخيطها. صافي البنات انا فصلت دابا الدوبلور ديال الظهر والدوبلور ديال الامام وغادي نمشي للماكينه نخيطها مع بعضياتها. من بعد ما سرجيتها كامله نجي دابا غنداوها كاملة دوز على السورجي. وهاد الدوبلور كيما شفتوا انا فصلته في الخياطة في الفصالة ديالو فصلته محلول ودوزت عليه الماكينة من هنايا لاقيته. ها هو الدوبلور ديالو حتى هو ممكن كنعاود كنحاول نخدم معاكم الكوال على حساب اللي باقي كيجيو الكوال عوجين ولا باقي عندهم شي مشكل في الشده ديال اليد ولا راه كلشي من الشده ديال اليد ديال البنات. هانتوما دابا الكول ديالنا كيفاش مفصل. غنحط الدوبلور ديالي ديما القنت هي الاولى عاد كنحطو كاين شي زيت كنحطوه الفوق ونحطو كلشي على راحته ياك. كنجي نبدا وانا ما كنتيري ما كنطلقش الماكينه وما كنتيريش بحال هكا محطوط على راحته. نشد هاد القنت هي الاولى حتى كنهبطها شوي نهبط يعني نهبط واحد نصف سنتيم على هاد الحد ديال الفتحه هنا غنهبط واحد نصف سنتيم. كنكمل غير بايدي باش ما تهربش لينا الماكينه اللي زعما كتهرب ليها الماكينه في رجلاتها تهبط تكمل غير بايد هذيك الدوره. هنا بالنسبه عندي الدوره شوفوا البنات عندي هنا دوره ما غاديش نتير ما كنتيريش. غنحط الكول ديالي ديما انا في الخدمه ديالي ديما كنحط الكول على الراحه ديالي يعني كيف ما هو مفصل بحال ما كان. نتوما راه كيبان ليا كيفاش مفصل. هنا غنحط الفي وغنتما غادي بشويه وانا دايره يعني عبار الصباط مع الدوره بحال ما هكا وانا غادي بشويه وكندور كندور كندور. والفي ديالي خاصني ضروري نقنت شويه نهبط واحد شويه يعني ما نجيبهاش مقاده هكا نبقى غادا مقاده يعني كنهبط في بحال في نبقى غادا شويه واحد نصف سنتيم الفتحه هاي هنا ونصف سنتيم قاوده معاه. نهبط البرا عاوتاني وكندور. بالنسبه للبنت اللي قالت لي راه ما كاينش ما كتجيهاش الفي واخا كتخدم بحال هكا ملي كتقلب كتجيهاش في. اما راه كنت كتبتها لك في الكومونتيرات جاوبتك قلت لك راه اما ما كتكرانيهاش ملي كتبغي تقلبي يا اما ما كديريش الفي في الخياطه ديالك ما كديريهاش. يعني هادشي اللي بان لي انا علاش ما كتجيكش هاد الفي. انا انت راه هبط شويه هبطت يعني هذا هبط شويه عليه ليه يعني كنت ما غادا كتهبط شويه باش تبان لك الفي وكندور صافي. عاوتاني غنشد نفس الطريقه باش خدمت الاخرى. ما كنشوف البنات ما كنزيرش ما كنتيريش عندي وما كنخافش ما نعطيش الماكينه نخليها على راحتها الماكينه وعلى عبار الصباط غادا مع الفي. هو كبير انا كندور معاه. هنا عاوتاني تك ملي نوصلوا لهاد الدوره كنزيدوا شويه واحد نصف سنتيم كمل بحال هكا بايديا بحال هكا ونهبط البرا صافي وغادي ندور. صافي نتوما قبل ما تكرانيو الكرانات يعني الكرانات هي غضربوا بالمقص ضربوا بالمقص هاد الفي هنا وضربي المقص هنا وهنا يعني ما تقيسيش الخياطه توصلي حدا الخياطه حتى تقادوا الكول ديالكم بحال ما هكا تقادوا تشوفوا واش خيطتوا مزيان واش مقاد بحال هكا يعني تقادوا هنا تقادوا هنا وتقادوا هنا. بانت لكم شي حاجه ما مقاداش وحاولوا تفتقوا ديك شويه اللي نتوما عوجتوه وقادوه قبل ما تكرانيو بحال ما هكا. دابا انا عدي الكول مزيان نكراني هاد القنت وهاد القنت هذا هو اهم حاجه هي هاد القنت هي الفي تحت الخياطه وهنا صافي. من بعد غادي نقلب. بالنسبه للخياطه الثانيه راه حتى هي كتكون سهله. حنا غنبدا عاوتاني بعد الصباط يعني العبار ديال الصباط حافه ديال الصباط هي اللي كتبقى غادي تشد على العبار بحال هكا. نجبد ماشي نجبد غير نخرج القنت نخرج هاد الخياطه هاد الدوره هادي اللي انا دايره في العنق تاي نخرجها وما كنتيريش شي كنخرجها نحاول نقاده وفي الخياط بحال ما كان انا كنخرج فيها بحال هكا وكنحاول نشوف راه دايره
شو كنحاول نشوف راها دايره فهاد الدور ديما نهبط نصف سنتيم، يعني كنفوت الحد ديال هاد البلاصه هادي، هاد القنت هذا الحد ديالو كنهبط عليه نصف سنتيم باش ملي كندور كدور لي الخياطه مزيان. هنا عاوتاني ها هي الدوره ولف، يعني الدوره حتى كنقاد الدوره بحال ما هكا، ثم غدا وانا دايره معاك الكول ما تزربوش فيه. الكول اهم حاجه حيت الكندوره اهم حاجه هي الكول، ما تزربوش فيه، خدموا بشويه بشويه عليه صافي. كنجي هنا عاوتاني القنت الفي كنحاول نهبط شويه حتى كتقاد ليا الفي، كتقاد مع النصف الخياطه ديالي البرا، كتقاد مع النصف ديال سميتو ديال البياسه ديال البيجامه الصدر صافي. هنا عاوتاني نخرج هاد القنت هاد الدوره عادي شو البنات. هذا هو الكول، الكول كيفاش كيجي، يعني الدوره ديالنا باينه كيجي كيف ما فصلتو كيف ما درتو، يعني ما كنتيريش. الا تيريتي كيمشي لك كيمشي لك العبار كله، الا الناس اللي كيخدموا بالفيزلين، الفيزلين راه كيساعد على الخدمه كيجي ساهل صافي. هنا غادي نحاول ما طراسيتش النصف في الفصاله، من الاحسن ملي كتكون كتفصلو طراسي واحد شويه النصف ديال الكاندور. انطراسي هنا الوسط واحد 12 سنتيم تقريبا، طراسي فيها الوسط بحال هكا بالستيلو، كندير عن قيطه نقيطه ونعرف العبارات ديالي فين كاين بحال هكا، يعني نقيطه نقيطه ولا سجدوا المصلوح صلحوا بي. انا حيت المصلوح باش غنمشي لبلاصه المصلوح ونعاود نشعل داكشي كتجيني شويه صعيبه، كتجيني غدير لي الوقت كنقول اللهم شي حاجه اللي قريبه ليا، وانتم على حساب اللي سهله عندكم صافي. دابا غناخذ الدونتيل ديالي، ديما ردوا البال الوجه يكون الفوق حيت عنده هاد الدونتيل البنات راه عنده الوجه من الظهر. المهم هاد الموديل البنات راه تقدر شحال وحده تكون شايفاه، راه دايرين حاطينه بزاف في اليوتيوب في الموديلات اللي ديال الموديلات ديال الكنادر. ونخلي لكم السكرين ديالو كيفاش صيفطتو ليا السيده باش نخدموا ليها بحال هكا. هانتوما تخليو هاد التوب شيط، يعني ما نخرجش السنينات هنا، يبقى لينا التوب باين من هنا. ونجي هابطه من هنا، ملي كنحط الكول ديالي بحال ما هكا مقاد، نجي لهاد البلاصه هادي، يعني مع حطيت البرا مع كنجي لهاد القنت هذا وكندير واحد الفي بحال ما هكا، يعني نتني التوب نتني الدونتيل التنيه اللي تكون زوينه، ما نتنيش هنا راه ما كنتنيوش البنات شفتو، هنا راه كتجي بحال دايره، يعني التنيه كتجي هنا ما كنبرمهاش كامله، تجي التنيه من هنا ومن هنا، فهمتوا البنات؟ يعني ما كنجيش التنيه من هنا وحتى هنا مغلبه، هنا في هذا القنت هذا شفتوه، في هذا القنت هذا هانتوما راه كنتني غير هذه البلاصه هذه اللي كتنى، وهذا راه كتجي بحال غادا مزيانه ما فيهاش التنيه بزاف شفتوا، عرفت واش باين لكم، ولكن راه كنحاول نوضح لكم بالهضره صافي. نحط هنا ونشوف صافي، نشوف هذا واش عندي مزيان، نفيكسي الخدمه ديالي بحال هكا من هنا حتى كنوصل ليها نشدها بعدا بالبرا عاد نطلق وندور. مادام عندي الدوره هنا ما نخدمش هذا بحال هكا بحال الفي، يعني مقاد بحال هكا، عندي الدوره خاصني ندورها بحال هكا شوف البنات، يعني هذا واخا يجي من هنا بحال هكا ماشي مشكل، المهم عندنا هنا خاصني نحاول انا ندور الدونتيل ديالي، وهنا ماشي مشكل ملي نخيط نخدم الخدمه الثانيه كيتشرب شفتوا البنات. والكل ديما على الشكل ديالو محطوط قدامي باش كيبان ليا شنو كنخدم، وانا كنخدم معكم الطريقه ديال المبتدئات اللي باقين باقا عندهم مشكل وداكشي، كنحاول نشرح لكم مزيان باش حتى وحده ما يبقى عندها هذا المشكل في الكول، حيت ديما المبتدئات كتلقاي الكول كتقدر ديرو عواج كيعواج ليها كيديرو ما عارفاش المشكل منين، والناس اكثر اللي كيدخلوا للقناه راه كيبغيو اللي باغيين يعرفوا كيفاش كتخدم البياسه ماشي الموديل، كيفاش كتخدم كيفاش كيشدو كيفاش، يعني الطريقه باش كيتعاملوا مع الدونتيل مع البياسه في ايديهم صافي. هنا ملي غنجيو للفي خاصنا نقادو عاوتاني الفي قبل ما نوصلو، وكنردو بال هاد التراسي اللي حنا تراسينا الوسط باش تجي الفي في الوسط
شوف نسي وانا كانت نعير التنيه هنا اللي كتنا، اما الفي راه هنايا راه ما متنيش عند ما عنديش التنيه ديال الدونتيل. شوف البنات هنا راه مسرح تقريبا الدونتيل، التنيه عندي غير هنايا. ما تكملوا خدمتكم حتى نتوما كتشوفوا بعينيكم البياس راه قدامكم، كتشوفوا واش خدمه عاجباكم ولا لا. اصعب حاجه هي تخدمي وتعاودي تفتقي الحاجه اللي تخدمتيها، فصعيب الحال. المهم هنا عاوتاني شوفوا يعني دي من هاد الدوره راه هي الدونتيل اللي دورته من هنا، وهذا الشيء ماشي مشكل يبقى بحال ما باش ديما باش كتكون مخدومه البياسه على راحتها. انا كنخدم على الشكل ديالو كندور معاه، شوف قبل ما نوصل هنايا كنعاود ثاني نثني، وديما انت شوف البنات انا صبعي انا كنحطو هنا وكنثني التنية ديالي هنايا شي ونثني ونقعد نحاول نشوف الكول ديالي كله واش مزيان، ونشوف الجهة الأخرى يعني نشوف هاد القنت الآخر اللي ملهي بحال دابا متني الفوق تا هنايا خاصو يتنى ليا الفوق، تكون التنية كتشوف الفوق، ونحاول نشوف بعضياتو كيفاش متني هذا كنتني بحالو. صافي كنوصل البلاصه اللي تنيت ونهبط البرا ونكمل خدمتي. بالنسبه للخياطه الثانيه سهله، صافي غادي نعاود الخياطه ديالي بحال هكا. ملي كتكون خادمي الخدمه الاولى مزيانه صافي راه كتجيكم الخياطه الثانيه سهله، يعني الدوره كاينه يعني مع الحطه راه باينه الدوره. رجعوا هاد البلاصه التنيه رجعوا ديروا ليها لا ريتمو بحال ما هكا باش كتفيكسو وما كتبقاش باينه راه التنيه. هانتوما البنات يعني الدوره كاينه، الفي من هنا راه مقاد، الفي عندنا كاينه، يعني هذه هي الطريقه البنات باش كتخدموا. راه الا كان عندكم شي مشكل مشكل من كيفاش كتحكموا في البياسه في الماكينه. بالنسبه للموديل عندي فيه دوره ثانيه، خاصني ندير الدوره الثانيه على داكشي الشاصي الوسط باش يحكم لي الدوره الثانيه فين غتجيني. وبالنسبه للدوره اللي بغيتو تخدموها حاولوا تراسيو بحال هكا البنات، غنجي هنا غادي نتراسي 3 سنتيم ونتراسي بحال هكا، نجي عاوتاني هنا القنت، هنا القنت ونتراسي 3 سنتيم، نحاول بحال غنوصل الشريطات ديالي بحال هكا مقادين، وغنجي لهنا عاوتاني هاد القنت هذا غادي حيت القنت بحال هكا في الفي غنتراسي 4 سنتيم في الفي، هنا 4 سنتيم، والعبار ديالي اللي غادي يكون عندي هنا هو 10 سنتيم، يعني نفس العبار اللي كان عندي هنا 10 سنتيم هنا عاوتاني عندي 10 سنتيم. صافي غنتما غادا بنفس الطريقه عاوتاني هنا 3 سنتيم، يعني نجي للدوره هنايا 3 سنتيم ونتراسيها، نجي للدوره 3 سنتيم ونتراسيها 3 سنتيم ونتراسيها، بحال يعني بحال غنرسمو الرسمو تحت منها، ونجي للفي هنايا وانا عندي متراسي هنا الوسط، نجي عاوتاني للفي على حساب باش تجيني الفي هنايا، عاوتاني غندير 4 سنتيم حتى 5 سنتيم، غندير 4 سنتيم البنات 4 سنتيم هنا، وغنوصل التراسي ديالي بحال ما هكا يعني باش تجيني الفي. وبنفس الطريقه كنخدم الجهه الاخرى، بنفس الطريقه غنتراسي الجهه الاخرى 3 سنتيم بحال هكا، نحاول نصوب الفي ديالي، الفي هنايا راه كيبان لي بالستيلو. المهم انا كنوريكم الطريقه وانتم راه غادي تطبقوا عندكم باش تبان لكم بين عينيكم التراسي، ما غتبانش لكم انا اللي كندير بحال هكا 3 سنتيم، نجي هنا عاوتاني 3 سنتيم، نجي للقنت الاخر 3 سنتيم، ونجي نهبط من هنا لهنا 10 سنتيم، يعني نحط حطيت الستيلو بحال ما هكا ونتاكد واش كاين 4 سنتيم هنا، ها هي 4 سنتيم صافي راه تراسى ليا الكول ديالي. صافي دابا هذا كيشوف هاد الجهه، الجهه الاخرى غتشوف الجهه التحتانيه. دابا غادي نخدم على التراسي اللي درت بنفس الطريقه باش خدمت هاد الجهه، غنخدم الجهه الاخرى
يعني في الفي غادي نطوي الطويه ديالي بحال ما هكا. نطوي الطويه وغادي نخدم. انا كنخدم على التراسي اللي تراسيت وفي نفس الوقت كنشوف في الخدمه واش غادا مزيان مع اختها. هنا عاوتاني الدوره هي الاهم حاجه خاصنا نديرو بالدونتيل. كنديرو الدوره هادشي اللي هنا ماشي مشكل كيبقى كيتشرب واخا جينا مرخوف راه كيتشرب. المهم عندنا هنا هي الدوره عندنا هنا هي. غادي على التراسي كنوصل هنا للفي عاوتاني نفس الطريقه باش خدمت الجهه الاخرى نخدم. كنديروا الفي وحنا مركزين على التراسي اللي درنا في الوسط باش يجي الفي في الوسط. حيت الكور خديت واحد الشريط اللي تكون فيه 15 سنتيم في الطول او 10 سنتيم ولا 12 سنتيم في العرض. هذه البابيون نتوما كتختار الحجم ديال البابيون نتوما راه كديروه تحكموا في الحجم ديال البابيون. كنطويها على جوج وكنسدها من الجوانب كامله. بحال هكا هذه البابيون يعني دوت القطعه ديالنا ملي قلبتها. وديما كنخليو هذيك تقبل تحت هي اللي كنشدوها من هنا من الوسط وكناخدو الجهة الفوقانية تنقسمها على جوج والجهة التحتانية تنقسمها على جوج. وغناخد الدونتي ديالي اللي شايف الدونتي اللي عندي شوف الوجه ديالو مزيان وناخدو ونقلبو عليها. والعبار ديال هاد البلاصه اللي غتبقى يعني هابطه بحال ما كان نتوما كتحكموا في العبار اللي بغيتو. نشدها بحال ما هكا كنشد البابيون بحال كنزيها ونفيكسي الدونتي من تحت منها بحال ما هكا. دابا غادي نقطع الدونتي ديالي هكا وغادي نجيبها ونركبها الوسط فيكسيها من الوسط. فيكسيتي هكا من الوسط وانا غنفيكسيها من هنايا. نتوما يعني اختيار ديالكم بغيتو تفيكسوها فيكسوها ما بغيتوش تفيكسوها ما تفيكسيوهاش. النتيجه النهائيه البنات انتما كيف ما شفتوا الكول يعني جا في الشكل ديالو في الدوره ديالو. الكول جا بنفس يعني بنفس كيف ما فصلتو كيف ما كيبقى. فراه البنات انتما زدت هاد الحجيرات هادو هنا بغيتين. كنتمنى البنات الى عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك الفيديو لايك والاشتراك في القناه الى كنتم مازال ما مشتركينش. وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كاع الجديد وتعليق زوين اللي غيحفزني باش نعاود ندير فيديوهات اخرين. هنا نقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.